Peace be upon you. Good morning, my kids. My name is Lamia. Today, inshallah, I will explain part 3 and 4, unit 10, primary 2. Let's continue unit 10 and beginning with new vocabulary. We talk in this lesson about phonics. We have letter A, I for train, train. Train, yani kator. Train, train. Tail, 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 yani zail. Letter A-Y, play, play, yala, C, C, yakul, and in letter A-A, forward, please, 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 yani, makin. Grapes, 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 yani, akhadnaha qabl kida, عنب. Face, face, وجه. كيك كيك تورتة أو كيكة تمام. وفي كلمة كمان هنزودها سنة تانية موجودة عندنا بس مش مكتوب في الشيت بلات اللي هي طبق تمام سنة تانية again train train كتور تيل تيل زي play play يلعب say say يقول place place مكان grapes grapes عنب plate plate طبق face face وجه كيك تورته تمام يا سنة تانية هي دي الكلمات اللي عندنا في درس الفونكس بتاعنا in part 3 next practice question number 1 match هنوصل اول كلمه grapes who is grapes yes it is till till او بديل او بتاع العصفور cake train yes excellent هنحل السؤال اللي بعديه سنة تانية supply هنكمل الليتر اللي هو الناقص اوكي face face the missing letter is C train train or till till or grapes grape grape grapes yes letter P cake letter A G toys toy toys العاب friends friends أي سي يقول أوكي سنة تانية بقية الإكسرسايز هناخده as a homework وهناخد بعديها part 4
تمام. آخر حاجة أهلنا هاي الزيوت. قبل ما ناخد بورتفوليو سنة تانية ونقرأ الكلمات بتاعتها, أنا I wanted to read the lesson. For the portfolio house around the world. Pleasant read and match the children to the house. Number one, I am Jamila. I am from Nubia. I live in colorful house. Two, I am Yang. I am from China. I live in a house on the water. Number three, I am Yuki. I am Inuit. My house is made of snow. I live in an igloo in Alaska. أول واحدة قالت هي اسمها إيه؟ جميلة. هي I am from نوبيا, هي من بلد النوبة, وهي بتعيش في بلد إيه؟ بتعيش في بيت إيه؟ colorful, يعني البيت اللي بتعيش فيه مبهج وملون بألوان كتيرة جدا. فأنه واحدة دول أهو هو ده البيت اللي كله ألوان حلوة كده وجميلة. علشان كده طبعا مفروض إن أنا هوصل, بس طبعا أنا مش هعرف أوصل عشان هي فوق, بس هكتب عليها إن الهاوس ده بتاع جميلة, ده بتاع نمبر 1. نمبر 2 يونج اللي من الصين, اللي عايش في بيت فين؟ على المية. فين البيت اللي على المية؟ أهو شاينا هاوس. على البيت ده أنا هكتب عليه نمبر كام؟ 2 بتاع يونج. نمبر 3 يوكي اللي هي ايه مواطنة من ضمن المواطنين اللي بيعيشوا في الاماكن اللي هي المجمدة, وبيتها مصنوع من التلج, وبتعيش فين؟ في اجلو. اهو هو ده الاجلو, وواضح التلج كتير حواليها. انا هكتب عليه هنا, بس انا عايزة امسح ده. هو ده نمبر 3. تمام كده سنة تانية. نرجع بقى تاني للشيت بتاعنا علشان نترجم معاني الكلمات الجديدة بتاعتنا. أول حاجة help يعني يساعد. share يعني يشارك أو يتشارك أو يتشارك. شاوت يصيح. drink يشرب. اجلو بيت من التلج. push يدفع. give يعطي. ألاسكا ولاية ألاسكا. إنيوت دول أحد سكان المنطقة المتجمدة. الناس اللي بتعيش في القطب الشمالي او القطب الجنوبي, المناطق دي متجمدة وكل حاجة فيها متجمدة من التلج. الناس اللي بتعيش هناك دي بنقول عليها إنيوت. اوكي. تشاينا هي الصين, بلد الصين, لكن تشاينيز يعني صيني. اوكي. نوبا هي بلاد النوبة. نوبيان نوبي. نوبي يعني شخص من أشخاص بلاد النوبة, أحد سكان بلاد النوبة. أوكي. جود طبعا كلنا عارفينها يعني جيد.
bad aksaha, sayyi behavior, behavior يعني سلوك. وبنقيم الشخص اللي قدامنا بنقول على السلوك اللي هو بيعمله ده كده good behavior أو bad behavior, السلوك ده جيد ولا السلوك ده سيء. تمام. big يعني حقيبة, colorful يعني ملون. خلاص كده سنة تانية. هناخد بعد كده الفرق ما بين الجود بيهيفيرز والباد بيهيفير, السلوك الجيد والسلوك السيء. For example, number one, she helps with the door. She helps with the door. هي بتساعد فين؟ بتساعد في فتح الباب. يبقى كده ده ايه, جود بيهيفير ولا باد بيهيفير؟ كده جود بيهيفير, هي بتساعد في حاجه, يبقى ده سلوك جيد. He shares his book. هو بيشارك كتابه, بيشارك كتابه مع أصدقائه, يبقى ده good behavior. She gives her friend a drink. She gives her friend a drink. بتدي لصديقها مشروب, يبقى ده كده إيه, good behavior. He helps with the bag. بيساعد في حمل الحقيبة, برضو ده good behavior. طب نشوف bad behaviors. She shouts. She shouts, هي بتصيح وبتزعق بصوت عالي, يبقى ده كده ايه, bad behavior. He pushes his friend, بيزق او بيدفع زميله, ده كده bad behavior, السلوك بتاعه مش جيد. Next, practice. هناخد question number one. Supply, help. The missing letter is E. Number two, push. The missing letter is U. Three, shout. The missing letter is H. Drink or igloo. L. Friend. I. Bag. E. Share or. تمام. هي سنة تانية, وزي ما متعودين هنكمل بقية البراكتس مع نفسكم في البيت, ولو في حاجة عايزين تسألوني عليها ممكن تسألوني عليها في الكلاس في المدرسة. أنا كده خلصت الليسون بارت 3 و 4 من يونت 10 برايمري 2. أتمنى كلكم تكونوا فهمتوا. ثانك يو اند جود باي.